عقل يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. الجينات الوراثية تتقبل الأمر. الجينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل كافي. الجينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدي. عقل يفهم ما تصل إليه ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقل الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي للحلقة بعيدة وفكرة. يعود كل شيء في جسدي للحلقة بعيدة وفكرة الجمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطرات تعمل وتتحرك بشكل مطلوب. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتحسن، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن. كل ما فيه بات أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسدي دقيقة. عقلي يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. الجينات الوراثية تتقبل الآن. الجينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل كافي. الجينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدي. عقلي يفهم ما تصل إليه ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي للحالة الطبيعية والفطرة. يعود كل شيء في جسدي للحالة الطبيعية والفطرة الجمالية الأولى للخليقة. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطرات تعمل وتتحدث بشكل لطيف. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتحسن، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن. كل ما فيه بات أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسدي دقيقة. عقلي يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتقبل الأمر. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل كافي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدي. عقلي يفهم ما تصل إليه ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي للحالة الطبيعية والفطرة. يعود كل شيء في جسدي للحالة الطبيعية والفطرة الجمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطرات تعمل وتتحدث بشكل مطلوب. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتحسن، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن. كل ما فيه بات أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسدي دقيقة. عقلي يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتعبر الآن. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل ذكي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدي. عقلي يفهم ما تصل إليه ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي للحالة الطبيعية والفطرة. يعود كل شيء في جسدي للحالة الطبيعية والفطرة الجمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطرات تعمل وتتحدث بشكل مطلوب. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتحسن، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن.
كل ما فيه رد أفضل وأجمل وأحسن. جيناك جديدة انتشرت فيه وفي جسدنا فقط. عقلي يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جيناك الوراثية تتعدل الآن. جيناك الوراثية تصلح أخطاءها بشكل ذاتي. جيناك الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدك. عقلي يفهم تصميمنا ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أسمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبد الوراثية بطريقة ذاتية غريبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية وفطرة. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية والفقرة الجمالية الأولى للخلق. ويزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطلة تعمل وتتحدث بشكل مفيد. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتقطع، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، والعقل يفهم ويتمكن. كل ما فيه رد أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسدنا فقط. عقلي يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتعدل الآن. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل ذاتي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدك. عقلي يفهم تصميمنا ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أسمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاهم على أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبد الوراثية بطريقة ذاتية غريبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية وفطرة. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية وفطرة جمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطلة تعمل وتتحدث بشكل مفيد. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتقطع، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن. كل ما فيه رد أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسدنا فقط. عقلي يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتعدل الآن. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل ذاتي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدك. عقلي يفهم تصميمنا ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه العقل الآن في كل مرة أسمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبد الوراثة بطريقة ذاتية غريبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية وفطرة. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية وفطرة جمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطلة تعمل وتتحدث بشكل مفيد. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتقطع، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن. كل ما فيه رد أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسدنا فقط. عقلي يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتعدل الآن. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل ذاتي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدك. عقلي يفهم تصميمنا ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه العقل الآن في كل مرة أسمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبد الوراثية بطريقة ذاتية غريبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسها. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية وفطرة. يعود كل شيء في جسدي لحالة طبيعية وفطرة جمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطلة تعمل وتتحدث بشكل مفيد.
فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتفاقم، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن، كل ما فيه بقى أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسد فقط. عقل يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتقبل الآن. جينات الوراثية تصحح أخطاءها بشكل كافي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدها. عقل يفهم وتصدمنال ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقل الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتعامل على أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسي. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية وفكرة. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية وفكرة جمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطلة تعمل وتتحدث بشكل دقيق. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتفطر، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن، كل ما فيه بقى أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسد فقط. عقل يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتقبل الآن. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل كافي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدي. عقلي يفهم وتصدمنال ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسي. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية والفكرة. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية والفكرة الجمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطلة تعمل وتتحدث بشكل أقوى. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتفطر، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن، كل ما فيه بقى أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسد فقط. عقل يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتقبل الآن. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل ذكي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدي. عقلي يفهم وتصدمنال ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسي. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية والفكرة. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية والفكرة الجمالية الأولى للخلق. يزداد جمالي أكثر. خلايا جسدي تتنشط وتتجدد. أعضائي المعطلة تعمل وتتحدث بشكل مطلوب. فصيلات الشعر أقوى، الأنفاس أقوى، مشاكل المعدة تتفطر، الذكاء يتحسن، والقلب يتمرن، العقل يفهم ويتمكن، كل ما فيه بقى أفضل وأجمل وأحسن. جينات جديدة انتشرت فيه وفي جسد فقط. عقل يستقبل كل الأوامر الجديدة والتغييرات. جينات الوراثية تتقبل الآن. جينات الوراثية تصلح أخطاءها بشكل ذكي. جينات الوراثية تبدأ بإحداث تغييرات إيجابية في جسدي. عقلي يفهم وتصدمنال ويستقبل إشارات كأوامر مباشرة. يتم تنفيذ كل ما يسمعه عقلي الآن في كل مرة أستمع لهذا السيجنال. أعضائي وخلايا جسدي تتفاعل مع أوامر جديدة وتستجيب. أنا أتعبر وراثيا بطريقة ذاتية رهيبة. مشاكل الوراثة تنحل وتنصلح من تلقاء نفسي. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية والفكرة. يعود كل شيء في جسدي إلى حالة طبيعية والفكرة الجمالية الأولى للخلق.
يزداد جمالي أكثر، فلا يجسدي تقوم الشرطة على جبهي. أعضاء المعطلة تعمل وتتحدث بشكل عقلاني.